دلوقتي دي الواجهة الرئيسية بتاع البرنامج. الساب عايزين نتعرف عليها مع بعض. فأول حاجة خالص في أي برنامج بتبقى فيه قائمة هنا كده اسمها فايل. فايل، فحضرتك هتروح على قائمة فايل، تعمل نيو موديل. تمام. إيه أول حاجة بتتظبط في أي برنامج من برامج التحليل الإنشائي؟ اليونتس. إيه هي اليونتس؟ الوحدات اللي حضرتك هترسم بيها وتعمل بيها كل حاجة. فلازم الوحدات دي تبقى مظبوطة عشان تقدر الشغل بتاعك، النتائج اللي هتطلع هي كمان تبقى مظبوط. فبالنسبه لليونتس عندك هنا طن ومتر وسليزيوس. طن ومتر وسليزيوس دي يا باشمهندس، الطن هي وحده قياس القوه، المتر هي وحده قياس الاطوال، السليزيوس هي وحده قياس درجه الحراره. ولو عايز تغير الوحدات دي وتجيب اي وحدات ثانيه فانت ممكن تشتغل بالباوند والانش والفهرنهايت، تمام؟ ودول مش بنشتغل بيهم خالص، او ممكن تبقى عندك نيوتن والمليمتر والسليزيوس. طب خلاص انا مثبتهم على الطن والمتر والسليزيوس. الحقيقه البرنامج فيه حاجه جديده كده كويسه، ايه هي؟ ان حضرتك تقدر تدوس هنا كده على كلمه سيف اوبشن. حلو الكلام. فمش كل مره هتقعد تظبط اليونتس كده، اليونتس بقت مظبوطه وشغاله معاك على طول، تفتح تشتغل على طول. الحاجه رقم اتنين اللي موجوده تحت في حاجه هنا كده اسمها ايه، ركز معايا عشان دي مهمه جدا جدا جدا. انشالايز موديل فروم ان اكزيستنج فايل. حضرتك بتعمل ايه؟ بتفتح البرنامج، تعرف الماتيريال وتعرف السكاشن، وبعد ما تعرف الماتيريال وتعرف السكاشن تحط الاحمال وتعمل لود باتر وتعمل لود كومباينيشن وتقعد تعمل حبه شغل كده بتاع ربع ساعه. الشغل ده اللي انا بقوله ده هنعمله يعني. فالشغل اللي بتعمله في حوالي ربع ساعه ده كل ما هتفتح حساب هتعمله. ولذلك لجأوا ان هم يعمل ايه؟ ممكن بدل ما اعمل القصه دي فانا هشغل النهارده هشتغل على مشروع فيلا، فعرفت كل الكاميرات وكل البلاطات وكل حالات التحميل. تاني يوم جالي مشروع فيلا تاني، ما ابداش بقى من الاول، اعرف كل الكاميرات، ما ممكن تبقى الكاميرات اللي هنا شبه الكاميرات اللي هنا، فافتح الفايل التاني، اروح عامل ازاي القصه دي؟ هتدوس هنا وتدوس اوكي، فلما تيجي تفتح الفايل التاني هيفتح لك بقى، تلاقي كل السكاشن اللي انت عرفتها موجوده، كل حالات التحميل، كل حاجه انت غيرتها في الاوبشن بتاعت البرنامج بقت ايه؟ موجود. طب وده كده شبه ايه احنا عملناه قبل كده؟ شبه التمبلت بتاعت الاوتوكاد، صح ولا مش صح؟ فده هيسهل علينا الشغل كتير. احنا مش هنشتغل بالامر ده النهارده، نشتغل بيه بعدين عشان النهارده نبدا من البدايه نظبط كل حاجه، بعدين هنبقى نشتغل من الامر ده مباشره. طيب حضرتك بقى تخش هنا في حاجه اسمها موديفاي شو انفورميشن. الموديفاي دي بتكتب هنا الكومباني نيم، اسم الشركه، كلاينت، اسم العميل، اسم المصمم، اسم المراجع، اسم مش عارف ايه، كل الكلام ده. طب الكلام ده شبه مين؟ شبه الخرطوشه اللي كنت بتعملها في الاوتوكاد. طب ليه هو هنا بيقول لك اعملها؟ ليه هو هنا بيقول لك اعمل القصه بتاعت الخرطوشه دي؟ ببساطه انا قلت لك ان البرنامج بيعمل ديزاين في الاخر وممكن يطلع لك حبه لوح، صح؟ فاللوح دي هيبقى فيها خرطوشه، فهو عايز البيانات دي. وبالاضافه ان انت لو شركه كبيره وبتعمل مودلز كتير فانت عايز تبقى عندك البيانات بتاعت كل موديل، فممكن تفتح الموديل تبص على البيانات دي. فاحنا ما بنستخدمش الحاجات دي خالص، ولذلك الايقونه دي مش هنستخدمها. بعد كده دي يا باشمهندس التمبلت بتاعه البرنامج، الحاجات اللي البرنامج ده بيقدر يعملها. اول حاجه بيعملها شاشه بلانك، يعني يفتح لك شاشه سودا خالص وحضرتك تبدا ترسم فيها من البدايه. تاني حاجه جريدز اونلي، يعني يجيب لك محاور فقط، ولكن لما بتدوس عليها كده بيقول لك ايه، عندك كم محور في اتجاه اكس، كم محور في اتجاه واي، كم محور في اتجاه زد، المسافات ما بين كل محور والتاني في اتجاه اكس، المسافات ما بين كل محور والتالت وهكذا. وبالتالي دي ما استخدمهاش غير لما تبقى المحاور على مسافات متساويه، صح ولا مش صح؟ ما ينفعش استخدمها لو المحاور مش على مسافات متساويه. ليه بقى يا باشمهندس؟ هو بيقول لك ايه؟ عندي كام محور في اتجاه اكس؟ 4. طب والمسافه بينهم كام؟ 6. يبقى يروح راسم 4 محاور وبين كل محور والتاني 6، شبه امر اوفست كده، صح ولا مش صح؟ فدي ما بنستخدمهاش غير لما تكون المحاور على مسافات متساويه. تمام، تعال نشوف بقيه الامكانيات بتاعه البرنامج. فايل، نيو موديل، ظبطنا اليونتس، في حاجه اسمها البيم لو انت عايز تعمل كاميرات، 2 دي تراس، 3 دي تراس، 2 دي فريم، 3 دي فريم، وول، فلات سلاب، شيل. الشيل دي؟ ها؟ بتاعت الاوبب، صح الكلام؟ عندك قبه ولا حاجه بتعملها بالشيل. الستيرز دي اللي هي مين؟ سلالم. الاستورج ستراكشر دي اللي هي الاليفيتد تانك او الصوامع، صح؟ الاندر جراوند كونكريت ده مقصود بيها الاندر جراوند تانك.
السوليد دي هي الحاجه اللي بتاعت السدود اللي انا كنت بقول لك عليها. البايب والبليتس دي مش بتستخدمها خالص، دي بتاعت ميكانيكا وحاجات زي كده، فاحنا مالناش علاقه بيها. تمام. تعالى اما نجيب اي حاجه كده بس ونشتغل عليها، مثلا على سبيل المثال جبنا الشكل ده مثلا، ركز معايا. بعد ما جبنا الشكل ده تعالى اما نشوف بقى القوائم اللي طلعت. بص كده معايا، اول حاجه عندك قائمه فايل، اول حاجه فيها نيو موديل، ان انت تفتح موديل جديد او اوبن لو دوست عليها دي هيجيب لك الفايلات اللي انت كنت شغال عليها قبل كده وتختار اي فايل تشتغل عليه تاني. بعد قائمه فايل في حاجه اسمها سيف، لو انت عايز تعمل حفظ للشغل بتاعك. سيف اس دي يا باشمهندس ان انت تعمل حفظ للشغل ده في مكان معين. عندك قائمتين مهمين جدا، واحده اسمها امبورت وواحده اسمها اكسبورت. امبورت هو امر الاستيراد، فانت ممكن تستورد الرسمه بتاعتك من الاوتوكاد او ممكن تستورد الرسمه بتاعتك من الريفت. الصيغه بتاعتها في الاوتوكاد اسمها دي اكس اف اللي احنا كنا عمالين نتكلم فيها، وفي الريفت اسمها الاي اكس ار. نفس الكلام ممكن تعمل اكسبورت، اكسبورت يعني تصدير، وممكن فعلا هنا تصدر للسيف برنامج تاني خالص اللي هو السيف، ممكن اصدر الريفت، ممكن اصدر الاوتوكاد، ممكن اصدر للاكسل، ودي اكتر حاجه هنستخدمها. مش احنا اتفقنا ان احنا هنصمم على الاكسل؟ فانا عايز اخد الرياكشن اللي هم بتوع ال 20 عمود، فاخد الرياكشن بتاع ال 20 عمود واقول له اكسبورت دي اكسل، يروح موديهم لايه؟ لبرنامج الاكسل. تمام. اللي تحت دي هي الفايلات اللي انا كنت فاتحها النهارده. تمام؟ اللي هي الريسنت فايل. بعد كده يا باشمهندس في حاجه مهمه قوي هنا، حاجه اسمها الريبورت سيت اب وكرييت ريبورت. مش احنا اتفقنا ان احنا في نهايه المشروع المفروض ان احنا بنعمل نوته حسابيه او بروجكت ريبورت؟ فالنوتة الحسابية أو البروجكت ريبورت دي ممكن البرنامج يعملها لك، يطلع لك كل البيانات اللي أنت دخلتها وكل حاجة. ولكن النوتة الحسابية اللي بتطلع من البرنامج بتبقى كبيرة شويتين، نتيجة إن هو بيدخل فيها الحل، الماتريسيز بقى بتاعة الحل والكلام والفاينانس إيلمنت وكل الكلام ده بيدخله جوه هنا. فأنت بتخش على ريبورت سيت أب عشان تحدد له بالظبط إيه اللي أنت محتاجه يطلع في الريبورت وإيه اللي أنت مش محتاجه، خلاص؟ في عندك هنا كده اسمها كابتشر بيكتشر، دي لو دوست عليها وقلت له مثلا ساب مين ويندو، فيروح واخد ايه يا باشمهندس؟ اخد سكرين شوت للشاشه. او لو جينا بره على الديسك توب هتلاقي في سكرين شوت للشاشه ظاهر اهو، ده هتستخدمه وحضرتك بتنزل لي الهوم ورك على ايه؟ على الجروب. هتاخد سكرين شوت من الشاشات تقدر تعمل ايه؟ تعمل القصه دي. الحاجه اللي شبه كده في الكاد مفيش، بس احنا بنعملها ازاي؟ خش هنا كده نجيب حاجة اسمها السنيبنج تول. دي السنيبنج تول دي بتروح داس هنا كده على نيو، دي موجودة في الويندوز مش أنا اللي مسطبها يعني، وتروح واخد الشكل اللي أنت عايزه كأنه عمل سكرين شوت ليه، حطه بقى تعمل له سيف أس في أي حتة خلاص. تمام. بعد كده يا باشمهندس تعالى نكمل بقية القائمة كده. دي قائمة فايل. بعد قائمة فايل هتيجي قائمة إيديت، وهي المسؤولة عن التعديل، كات، كوبي، بيست، ديليت، ريبليكيت، اكسترود، موف، تعمل اوامر التعديل، صح ولا مش صح؟ ماشي. بعد كده عندك قائمه فيو، ودي قائمه مهمه جدا. القائمه دي يا باشمهندس هي اللي بتقدر تتحكم فيها في الشكل، يعني فيها الادوات بتاعه الزوم وفيها الادوات كمان بتاعه حبه حاجات في السلكت. يعني لو انا عايز اختار الضلع ده بس كده، الضلع ده او العمود ده هو بس ده اللي انا عايز يظهر، مش عايز اي حاجه ثانيه تظهر، اعملها ازاي؟ اروح مسلكت على العمود اختاره واروح على قائمه فيو واقول له شو سيلكشن اونلي، فيظهر العمود ده فقط. شوف بقى المومنت والنورمال والشير، تظهر كل الحاجات اللي انت عايزها على عمود واحد فقط. طب لو عايز تعمل العكس، العمود ده يبقى مخفي والباقي كله ظاهر، كل هتعمله ان انت تروح رايح على فيو وتقول له انفيرت فيو سيلكشن، فالمفروض ان هو يعكس الايه؟ الاختيار، يعني يخلي ده هو اللي يختفي والباقي كله يظهر كده. شو قول انا اخترت الكاميرا دي وقلت له ايه؟ فيو، وقلت له شو سيلكشن اونلي فظهر دي بس. بعد كده قلت له فيو وقلت له انفيرت فيو سيلكشن فراح عكس، خفى الكاميرا وبقى المنظر كله موجود. عملت شو قول سيلكشن فراح ظهر كله. تمام. بعد كده دي قائمه درو، لو عايز ترسم نقطه او ترسم خط او ترسم اريا. دي قائمة سيلكت، والسيلكت هنا زي وزي الكات بالظبط، يعني ايه؟ ممكن حضرتك تعمل كده فكده اختار كل الحاجات اللي تقاطع معاه، يبقى ويندو من ناحية اليمين هيختار كل الحاجات اللي تقاطع معاه، لكن لو عملت كده ما اختارش غير النقطة، ده اللي هو كانت الويندو الخضراء والزرقاء في الاوتوكاد،
فويندو من ناحية اليمين بيختار أي حاجة حضرتك تقاطعت معاها، من ناحية الشمال بيختار الحاجة اللي موجودة كلها جوه النوت. حد عنده مشاكل؟ مفيش. بعد كده قائمة أساين، دي من أهم القوائم، دي اللي بتخصص منها، عايز تخصص حمل، تخصص جوينت، تعمل أساين لأي حاجة في الدنيا بتعملها منها. أناليسيس دي يا باشمهندس إن أنت تعمل أناليسيس، يعني بقى تخلص خلاص أنت عملت الموديل تعمل له ران، يعني عشان يعمل إيه؟ يطلع نتائج. فبتخش هنا وتعمل ران إيه؟ ران أناليسيس. ديسبلاي دي لو عايز تعرض بقى، عايز تعرض الأحمال، عايز تعرض المومنت، عايز تعرض الشير، عايز تعرض أي حاجة بتعرضها من قدم الديسبلاي. دي قائمة ديزاين، والقائمة دي مهمة جدا، بس زي ما قلت لك احنا مش هنستخدمها، لان هو مثلا بيعمل ديزاين للستيل والكونكريت. لو دخلت على الكونكريت اول حاجه في الكونكريت كده اسمها البريفرنسز، ركز معايا بعد اذن حضرتك، سيبك من اللي انت بتعمله ده كده. القائمه دي لو دخلت فيها فبيقول لك انا عشان اصمم، انا كبرنامج عشان اصمم لازم حضرتك تقول لي انا هصمم بناء على ايه، فبتدخل لي بعض الخصائص. فاول خاصيه خالص هيطلبها منك ايه هي؟ ديزاين كود. فهو بيصمم على انهي كود دلوقتي؟ الكود الامريكي اي سي اي 318 14 14، ده يعني انتاج 2014. حلو الكلام. طب 318 ده رقم الكود، يعني الخرسانه ليها 318 مثلا، الستيل دي مش عارف 300 وكام، وهكذا يعني، انا مش عارف الارقام بالظبط يعني. فهو هنا هتلاقي عندك الاكواد الاي سي اي والبي اس، تمام، واليورو كود والكود الكندي والكود المكسيكي والكود الايطالي، اكواد كتير، وكود هونج كونج. قول لي اه والله العظيم فعلا اهو، يعني هكدب عليك اهو، والكود الهندي، كل الناس اللي عندها اكواد بيحط لها الاكواد بتاعتها ايه اللحن، تمام، يعني الناس اللي بتشتري ومعاها فلوس، يعني احنا مش معانا فلوس خلاص، تمام. بعد ما خلصنا القوائم اللي فوق دي، ركز بقى كده معايا، في هنا واحده اسمها الاوبشنز، دي مهمه قوي. ليه مهمه؟ حضرتك هتخش على الاوبشن دي، في حاجه هنا اسمها كولر، وبعد كلر ديسبلاي دي لو عايز تغير لون الشاشه، بدل ما هو اسود يبقى ابيض، بالنسبه انت اول ما تسطب البرنامج هو هيبقى ابيض يعني، فعشان تقلبها اسود فانت بتروح من اوبشن وكلر وديسبلاي، تمام، وتخليها بلاك. الحقيقه الالوان البيضاء احلى بكتير، ولكنها متعبه بالعين يعني، يعني اللون الاسود ده كئيب قوي، ولكن هو مريح للعين يعني، لو قعدت اشتغلت مثلا كتير، وانا عارف انك هتقعد مثلا بالربع ساعه مثلا على الجهاز، فده مريح للعين اكتر. حلو الكلام، هنقضي اليوم كله صحيح، هنضيع اليوم كله في الجهاز. طيب في حاجه كمان هنا مهمه جدا، بص كده معايا، في حاجه هنا اسمها ايه؟ اوتو سيف موديل. ده بيعمل اوتو سيف زي بتاع الاوتوكاد بالظبط، فحضرتك بتروح دايس له على دي ودي، فهو كده هيعمل حفظ للشغل كل 10 دقائق بس، يعني الاوتوكاد كان بيعمل حفظ لوحده وهو ساكت كده، يعني كل 10 دقائق يعمل سيف وسيف، لا ده بيظهر لك رساله عدى 10 دقائق، فاهم، تحس انك قاعد في صيف عدى تلت ساعه، طب ايه نعمل سيف، فاهم، تظهر كده رساله كده كل شويه تعطلك يعني. فاحنا لغينا خالص، سايبين على الله يعني، البرنامج ده نادرا لما يقفل يعني، ماشي. بعد كده يا باشمهندس هتيجي القائمه بتاعه تولز، دي مش هنستخدمها خالص. القائمه بتاعه هيل فيها حاجه تحت كده اوبشن اوتو سيف، عندك القائمه بتاعه هيلب فيها هنا في الاخر اباوت سيف، لو فتحته كده يا باشمهندس اقول لك ان انت شغال على ويندوز 10 والنسخه دي ده سيف ب 20 والنسخه بتاعتك 64 بت، وان اللايسنس قدامها 41 يوم وايه وتقفل، تمام، ماشي. الفوق دي بقى القوائم الاساسيه اللي انت شفتها فوق دي احنا ما بنستخدمهاش خالص اصلا، امال بنستخدم ايه؟ بنستخدم شريط الادوات ده وشريط الادوات ده، او التاسك بار ده والتاسك بار ده. طيب التاسك ده بقى فيه ايه بقى؟ التاسك بار ده فيه ايه؟ هنا نيو موديل، هنا بتعمل اوبن، يعني تفتح كده وتجيب الملفات بتاعتك، تفتح اي واحد منها، ده حضرتك بيعمل سيف، ده حاجه في البرنت لو انت عايز تطبع حاجه او رسمه معينه بتستخدمه، ده الامر بتاع ريدو واندو اللي هو كنترول زد، يعني عملت حاجه غلط عايز تعمل لها تمسحها تاني يبقى كنترول زد، عايز ترجعها يبقى تعمل ريدو، اللي هم الريدو والاندو. الالم ده بيعمل ريفريش. السهم اللي محطوط ده يا باشمهندس ده بيعمل ران، حضرتك بعد ما تخلص الموديل تدوس عليه يعمل ران، اول ما تعمل ران تلاقي القفل اللي جنبه ده اتقفل، لانه بيعمل ران بناء على داتا معينه. الداتا دي لو حضرتك غيرت فيها اي حاجه فالنتائج بتاعت الاستراكشر اناليسيس المفروض ان هي
هتتغير، وطالما هي اتغيرت يبقى حضرتك بتعمل ايه؟ تحل من تاني. ولذلك اول ما تخلص حل تلاقي القفل ده اتقفل. عايز تعدل اي حاجه لازم تفتح القفل وتبدا تعدل. بعد كده دي الادوات بتاعت الزوم. اول اداه لو انت عايز تعمل زوم مثلا على النقطه دي، فاقوم فاتح كده على النقطه دي، روح مزوم عليها. عايز تجيب الشكل كله تاني، فبتعمل على دي تعمل ريستور. عند حضرتك الاداه دي بتعمل زوم ان، والتانية دي بتعمل زوم اوت، وهما الاثنين بيتعملوا بالايه؟ بالبكره بتاعت الماوس. بعد كده دي الاداه بتاعت البان، عشان لو ماسك الشكل وعايز تحركه في اي ايه؟ في اي حته تعرف تحركه. هنا بيتفتح دايما شاشتين، فانت ممكن تقفل شاشه تمام، وممكن لو عايز تفتحها تاني تروح عامل كده فتتفتح تاني. ركز بقى معايا بعد اذن حضرتك. في دي قلنا البان، الاداه اللي جنبها دي كده اسمها الووك، ودي يعني من الادوات المهمه جدا جدا جدا، وهنستخدمها ان شاء الله دلوقتي حالا تمام. الاداه دي بتعمل ايه؟ بتمكنك ان انت تتمشى كده جوه البرنامج وتتفرج عليه وتتفرج على امكانياته. فعشان اوريك القصه دي عايز اعمل حاجه بس كده. السهم ده بيعمل ايه؟ بيطلع من الادوار. يعني ايه بيطلع من الادوار؟ يعني انت كده واقف في الدور الاول تمام، كده انا واقف في الدور مثلا الثاني الثالث اهو. عرفت ازاي؟ بص كده، نعم اهو، يا عم ان شاء الله معانا نشتغل، خليك معايا بكلم بجد الله، خليك معايا بعدين نبقى نشتغل تمام. ركز معايا هنا، سيب اللاب خالص، ركز معايا وبعد كده نشوف هو مش شغال عندك ليه تمام، لان هو ما بيشتغلش في كل الحالات دي. انا عامل حاله معينه هيشتغل تمام، فركز معايا وبعد كده نبقى نشوف هو مش شغال عندك ليه. دلوقتي انا هاجي هنا كده واطلع اطلع اطلع، فهو كده بيبدا يحرك. حلو الكلام. تعالى كده اما اعمل اي حاجه بس انا كده عايز اعملها خلاص. طيب بص كده، في هنا يبقى اتفقنا ان السهم ده بينقلك ما بين المستويات الايه؟ المختلف. بعد كده الاداه دي بتعمل ايه؟ بتمسك الشكل تقطعه، تخلي كل جزء فيه لوحده زي ما انت شايف كده، ودي مش هتستخدمها كتير. بعد كده هنا في حاجه اسمها السيت ديسبلاي اوبشن. السيت ديسبلاي اوبشن دي لو دوست عليها وجيت على حاجه هنا كده اسمها جنرال اوبشن، وعملت حاجه اسمها اكسترود، دي كده هيخليك تشوف الشكل بتاعك كل حاجه بالقطاع بتاعها، الكاميرا بالقطاع بتاعها، البلاطه بالقطاع بتاعها، العمود بالقطاع بتاعه، كل حاجه تشوفها بالقطاع بتاعها. الاداه بقى الجديده اللي انا بقول لك عليها اللي ظاهر الجديد هي كده بتعمل ايه؟ انا كده عايز اخش تايب كده جوه جوه، يعني عايز اشوف العمود اللي هناك ده كده، نفسي اخش عنده بلاطه مداريه عليه يعني، ف مش عارفين نتصرف كده، نفسنا نخش كده كأن المبنى ده مبني لف. اهو يا سيدي، بالمناسبه هو بيلف من البتاعه دي كده تمام، فهو بيلف بالبتاعه اللي هنا دي كده، من السهم ده تبدا تلف المنشا، ولكن مش هو ده برضو اللي انا بتكلم عليه. حلو، ده كده انت عارض في 3 دي، ده كده في الاكس وواي، ده كده في الاكس وزد، ده كده في الواي زد. البلانات المختلفه، البلانات المختلفة اللي احنا عايزين ناكتبه بقى الاداه اللي اسمها ووك دي. دي عشان تتاكتف المفروض بتروح من اوبشن، تروح على جرافيك مود، وتشغل حاجه كده اسمها الدايركت اكس. بعد ما شغلت الدايركت اكس هتلاقي العلامه بتاعت ووك بدات تبقى موجود. بص كده بقى، تبدا تتمشى جوه المنشا، انزل تحت. والله السبورت دي مكانها، العمود ده الضرب بتاعه صح، العمود ده الضرب بتاعه مظبوط، كل حاجه مظبوطه. عايز اطلع للدور اللي فوق، الدور اللي فوق ده ما فيهوش بلاطه، الدور اللي فوق ده خالص كان فيه بلاطه. عايز اخش شمال، عايز اخش يمين، انا واقف كده بعيد عن المنشا، عايز اخش جوه المنشا، انزل تحت، كل حاجه بالماوس. الكليك شمال ده تمام يطلعك فوق وتحت، ويمين ده شمال ويمين، خلاص كده. والبكره دي بتعمل زوم ان وبوظ الرسمه، خلاص كده بتكلم بجد والله، ما تستخدمهاش يعني. بص بعد كده يا باشمهندسين هتلاقي ان القايمه هنا فيها حاجه اسمها شو اند فورمد شيب، يظهر الشكل من غير اي ديفليكشن.
اللي بعديها دي اللي بتظهر الديفليكشن، دي اللي بنظهر منها المومنت والنورمال والشير وكل حاجه. طبعا واضح ان هم مش متاكتفين لان انت لسه ما عملتش ران. دول بتوع الديزاين ودول مش هنستخدمهم خالص زي ما قلنا. لو انت عايز تعمل ديزاين بقى للكونكريت او الستيل، فاحنا ما بنعملش ديزاين على البرنامج، مش هنستخدمه. حلو. السهم اللي فوق ده ما بيعملش اي حاجه في الدنيا، ملهوش اي وظيفه في البرنامج. السهم اللي تحتيه ده بيعمل حاجه اسمها ريشيب. يعني ايه ريشيب؟ يعني انت النقطه دي ممكن تشدها كده تجيبها هنا، تمام، والنقطه دي تشدها تجيبها هنا، فانت بتغير التشكيل بتاع الايه الشكل بدل ما تقعد ترسم من اول وجديد. حلو الكلام. طيب السهم اللي احنا قلنا ما بيعملش اي حاجه، هو وظيفته ان هو بيطلع من الامر، ولكن ما حدش بيروح بالسهم كده عشان يطلع من الامر، لكن بندوس اسكيب فبتطلع من الامر. عندك بعد كده ده بيرسم نقطه جوينت، يعني اللي هنا ده بيرسم فريم، فريم اليمنت، بس لازم تحدد له النقطتين عشان يرسم فريم اليمنت. لكن لو انت عايز بقى ايه، عايز ارسم فريم اليمنت اهو، قمت راسم من هنا لهنا كده، انا حددته بكام نقطه؟ بنقطتين. في اختيار تاني اسمه كويك. كويك ده مش ده اكس وده اكس، لو حضرتك دوست ما بينهم كده يروح هو راسم ايه الفريم مباشره. الامر اللي هنا ده بيرسم بلاطه بمعلوميه اربع نقط، ادي نقطه، الثانيه، الثالثه، الرابعه مثلا، تمام. فهو بيرسم بلاطه بمعلوميه اربع نقط، تمام، بس ينفع يترسم بيهم بلاطه يعني، ادي واحده، الثانيه، الثالثه، الرابعه، دوس انتر، فهو كده ايه رسم بلاطه، تمام يا باشمهندسنا. الامر اللي بعديه ده، الامر اللي بعديه ده بيرسم بلاطه ما بين الجريدز، لو انت عندك جريدز معينه هو يقدر يرسم بلاطه ما بينها، مثلا هنا كده، بص ده لازم احدد الاثنين نقطتين يروح راسم ما بينهم بلاط. الامر الاخير امر كويك كده، بمجرد ما بتدوس ما بين الجريدز يروح راسم بلاط. يبقى ده بيرسم بمعلوميه اربع نقط، ده بمعلوميه نقطتين، والاخير بيرسم ما بين ايه؟ الجريدز، تمام؟ ماشي. الاوامر دي بتاعه السناب، بص انت لو جيت ترسم لاين كده، بص هتلاقي ان النقط بتاعتك بتظهر وانت بترسم اللاين. دي المسج اللي بتطلع على اليمين دي احنا هنستخدمها بعدين، بس هو هنا مش احنا اي حاجه بترسمها بيبقى ليها سيكشن، فمن هنا تقدر تختار السيكشن. لو احنا معرفين سكيشن بقى، وتختار ماتيريال، تختار الخط يبقى ستريت ولا مش ستريت كده، حبه خصائص خط زي البروبرتس اللي كانت بتطلع في الاوتوكاد. الاوامر اللي تحت دي زي ما قلت لك بتاعه السناب، انا لو جيت كده السناب ده مش شغال وجيت ارسم لاين، فانت مش هتعرف تلوط اي نقطه، لكن لما يبقى الاوامر بتاعه السناب دي شغاله، فانت هيبقى سهل بالنسبه لك ان انت تلقط الايه، تلقط النقط اللي انت عايزها. خلاص كده تمام. بعد ما تخلصنا الاوامر بتاعه السناب، في حاجه هنا اسمها اول، لو دوست عليها بيختار الشكل كله. في حاجه تحتيها هنا اسمها كلير، لو دوست عليها يلغي التحديد اللي انت اخترته. طب انا كنت مختار دي ودي وده مثلا، خلاص، واخترت ده كده، دي الحاجات اللي انا كنت مختارها، وبعدين طلعت عايز ارجع اختارهم تاني كلهم مره واحده، فبتروح دايس على البي اس دي اللي هي بريفيوس سيلكشن، فيرجع يجيب لك نفس الاختيار اللي انت كنت مختاره قبل كده. ده كده يا باشمهندس الواجهه الرئيسيه بتاعه البرنامج كله بكل حاجه فيها، تمام كده. انت عرفت كل الايقونات، كل اللي هنعمله بعد كده ان شاء الله ان حضرتك هنبدا نخش نشتغل على البرنامج ونعمل امثله. في حد عنده اي سؤال؟